أحد يريد أن يراك على جبل راشمور يا بيلي. الناس تأتي لرؤية الرؤساء وليس الموارد الطبيعية. آخر مرة تلهو فيها معي وأنا أعمل يا تينيسي. مهلا اللحظة، هل قلت تعمل؟ كما لو لم تعرف ما تعنيه، بدون البيليونز أنت فقط بيلي. ستعرف أن عائلة بيليونز كانت تدير الأمور قبل وقت طويل من وجود خسرين اسمهم تينيسي. اسمك مقابل 10 واسمي مقابل مليار. أمر مهم، أنت محظوظ، الأومنيتراكس اختارني. في الواقع أنا أفكر فيه، إنه هنا في مكان ما. كان هناك نجم مشتعل، ها؟ بل إنه شيء آخر. أنا بطل خارق، أضرب الأشرار أمثالك. أنا لم أطلب درسا في التاريخ يا تينيسن. ليس في التاريخ، ها؟ ماذا عن الرياضة؟ ما عدد الصخور التي يتلقاها رأسك قبل معرفتي أنك فاشل؟ الإجابة 0. أنا بخير يا صديقي، أخبر أصدقاء الغابة ألا يقلقوا. ثقب دودي، أخفيت تينيس من الواقع كله. رائع. مهلا، ابتعدي عني أيتها الدوامة الفضائية الغريبة. اضحك يا بيليونز، لن تحصل على ضربة ثانية. لحظة، ما هذا الشيء؟ أين ذهب بيلي؟ بان، نحتاج إلى الحطب. حقاً؟ أنا مشغول هنا يا جوان. لا تفكر لثانية أنني سأخذ أعذارك رقيقة طوال الصيف بدوني. ماذا؟ بدون التأكد من أنك تتحمل مسؤولية أن تكون وحش. جوان؟ جوان، أقلت شيئاً؟ وجدت الخشب؟ رائع. تينيسن. وحش؟ ما الذي تتحدث عنه؟ هل تعتقد أن تينيسن وحش؟ رائع، وقت الانتهاء من جبل راشمور بفضل أنا. انظر أين تذهب. أنت انظر أين؟ أنت؟ أنا؟ انتظر، لقد عرفتك، أنت بيلي بيليونز. قمنا بفعل الشيء نفسه من 5 دقائق. انتظر، ساعتك أين هي أداة تغيير خاصتك؟ أداة تغيير؟ أنا لست رجل الساعة يا بيليون. هل تقابلنا من قبل؟ قلت لي تينيسن. قلت لي بيليونز؟ لم يكن ثقباً بل بوابة زمنية. هل عدنا بالزمن إلى ما قبل أن يحصل بن على ساعته الخارقة؟ لو وصلت لسفينة الفضاء أولاً سأخذ الساعة وأحكم العالم. إذن يا مستر بيليونز، ماذا تفعل في الغابة؟ أوه، تعرف، كالعادة أبحث عن صديق ألعب معه. مهلاً، أرأيت واحدة كهذه؟ لا. إنه أمر رائع، أتجربها؟ أوكي. وين؟ مما نهرب؟ أنت؟ وين؟ توقفي. بان؟ ما هذا الفعل المخيف؟ مخيف؟ تخبرني أنك لا ترى هذا المخلوق صاحب الرأس الغريب؟ تتكلمين عن إكسلريت؟ ماذا تقول؟ هل تمزحين معي؟ أنت تعرفين ما قاله جدي عن المزاح. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ أين هي؟ أين هي؟ أرأيت ذلك؟ هذه الخوذة رائعة، أنت رائع، وهذه الإجازة رائعة. فلتجرب صخرة أكبر. سوف أحضرها.